عليكم ورحمة الله أحبانا وأعزانا متابعو ومشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام، قناة باسم سيد الشهداء، ونحن من جوار سيد الشهداء. وليلة الثالث من شهر شعبان ليلة ميلاد الحسين عليه السلام، شنو هالنعمة الكبيرة اللي احنا بيها، اللي احنا مجاور قبة المولى وليلة ميلاده، ومن على شاشة فضائية باسمه سلام الله عليه، برنامج شعبانيات في حلقته الثانية نزف لكم أسمى آيات التهاني والتبريك، ولا سيما إلى مقام بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن سلام الله عليه. كل عام وأنتم بصحة وسلامة وعافية. حلقة جديدة اليوم إن شاء الله نقدمها ونتحاور معها وكل تفاصيلها مزاملة ويا أخوي أستاذ أحمد خضر، حياك الله. أسعد الله أيامك. كل عام وأنتم بصحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك يزيد عليك الأفراح. أسعد الله أيامكم مشاهدينا الكرام وشعبان مبارك إن شاء الله على الجميع. يعني الحلقة الأولى البارحة ملا عبد الرحمن وملا عمار ايضا ذكروا انه الاهتمامات المجالس وكذا اكثر شيء يصير باوقات الاستشهاد. اي حقيقه اليوم الصبح بشارع السدره قريب الامام الحسين سلام الله عليه شفت فد مجموعه شباب مسوين فد مواليد، بصراحه فرحت. يعني اولا الاعداد الكبيره اللي نعم. اللي موجوده رغم انه دوام يعني مو يوم عادي، لكن ولادة الإمام الحسين أيضا لها خصوصية كبيرة مثل أكيد الاستشهاد. هذه نعمة من نعم الله أنه إحنا نشوف هذا بعين نعيش هاي الأجواء. الحمد لله وبجوار قبره سلام الله عليه، هاي النعمة الكبرى. هذه النعمة الكبرى. إن شاء الله ندعو ونسأل كل زائر أن يدعو لمن تعذر عليه الحضور إلى كربلاء. نعم. إن شاء الله في كل سنة وكل عام تكونون بقرب الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس وكل المراقب المقدسة اللي أهل البيت. قالوا لي مرة ثانية هم لا تخلي عبد الرحمن هو يسولف. هو إلا عليك يا عبد الرحمن. هو أنت اليوم أحسك ما أنك طويب، مدرسة ترى مسوية شغل وياك. لا اليوم متقيد أنا اليوم بالأمور والترتيبات، بعدت أنت أجبرتني وأنا مجبر أخوك. لا 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 ما مجبر إن شاء الله، بس يعني هذا الستايل أحلى عليك يا حبيبي. أنت بكل الأحوال حلو يعني يا أخي، ذوقك رفيع. جاه وجه خدمة الإمام الحسين. لا بصراحة. انت الخير والبركه. الله يسلمك. الخير والبركه. فخلينا نبدي نسمع من عندك. واليوم هذا حتى يسمعون بدار بعد جيبوا لنا شوكليت او حلويات، ذني نستحي ناكلهم قدام الناس اللي جايين. الشوكليت نخلي بجيبنا ونطلع ناكل برا، مو من نعم. الحياه وعدنا عايشين دور مال اليوم. نعم اسمح لي يا المحبوب اتغزل بيك مثل الندى ويتغازل ويا القداح، اشتاق لك ما اقول تعبني الشوق، الخاطر عيونك شلت خلق الفلاح، حبيتك وحبك سوالف قران، واللي يقرا بالقران لازم يرتاح. مولاي هالليله قلبي يسولف ويسولف يريد وياك، يلبيك عطر الجنه صاير فواح، يا سالفه ادم العارض هبليس، ويا قصه الشجره ومقام التفاح، نوح بعظمته من يرد للطوفان، انت السفينه يقول وانت الملاح، يا سر شفاء العلة، الله أكبر، يا سر شفاء العلة علة موت، ويم رجع القالة وعلي مات وراح مكسور فطرس جنحة، وتوسل بيك رجعت لعافيته وتحرك لجناح، مو عجبة تنزل على الأرض كوكب نور، عنوانك على العرش انت المصباح، يا رحمة الله الواسع لكل الناس، يا باب حطه وكم ذنب يمك طاح، بحروف اسمك أقرأ تسبيحة نور، وبكل حرف هم العوالم ينزاح، باب الله جدك أعني به المختار، يا حسين ولهالباب أنت المفتاح، مولاي مولاي هذا أنت أول، هذا أنت بالتاريخ أول مذبوح عايش يظل
واللي يموت الذباح. والله عجيب نقول عنك عطشان وانت البحر من خنصر يدك نضاح. دمك كتب آيات للحب والخير وسلامك افتهم سلام وسلامك افتهم سلام واصلاح. تصغر الدنيا وانت تكبر يا حسين كم طاغي طاح وهذا صرحك ما طاح. بالليل انت البدر وتغير الليل والفجر انت وانت شمس المصباح. هاي من رواعي الشاعر وسام الشويلي. الله يوفقك ويوفقه. هذا اللون السهل الممتنع جميل جدا. وللحظة يعني شعرت انه هذه انشودة ممكن تحفظ للأطفال أسهل. نعم بيها تبيان مقام وبيها تبيان شخص بيها تبيان منزلة. الموضوع ممتنع رائع يعني. ما ادري انت حليت الكلام يا حبيبي. لا الكلام تعيادنا للشاعر. ما اقدر انا ما اقدر اسكت ما اقدر. لا لا انا شاهدت بيك مجروح. انا هواي يعني قاعد القف ما ادري ايش عجب. بلكي تزيد مشاهداتي. شلون ما اعرف لك يا شلون ما كان انا. لا سبحان الله. شوف اجواء كربلاء حلوه بغير ما افتهم. انا صار يومين اجي البارحه واليوم اكو اجواء كربلاء. اي الحمد لله. ما ادري هالسنه بالذات ما هذه السنه اقوى من بقيه السنوات. من بدايه شعبان اكو اجواء يعني داخل الحرمين. انت تروح داخل الحرم يعني انا مثلا شفت حاله كلش حلوه داخل حرم الحسين داخل حرم العباس البارحه واليوم. يوم زرت الامام الحسين سلام الله ما زال العباس ان شاء الله توفق للزياره. الله اكو هلهوله حلوه اي داخل الشباك تسمعها. من الناس من النساء اللي جايه ناس فرحانه. ينادى ابو السجاد يعني لا هنا ولا هنا سلام. بعد اكو فرح اكبر منها يعني شبابنا اليوم لما كانوا يسوون بروفات على اللي راح يسووه اكو اشياء يقولون احنا نستحن نسويها مثلا نستحن ندبج ونفطر الهوست. اي واحد منهم قال مدام للحسين ما راح استحي راح اسويها. عجيب يعني اعتقد لو هوس اجتماعيه ما راح يهوس او أكيد. على الاقل ما راح يدبش وياهم اكيد. فعلاوي يقول انا الله ذاب علي المستحى هواي بس يلا للحسين نهوس. هذه 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 في الطاقه عجيبه يعني انه انت تتخطى حواجز مستحى او حواجز الخجل بتصرف انت شخصك ما تقدر تسويها مجتمعيا. وهي الهوسه مو شيء سلام الله عليه الهوسه مو شيء معيب يعني الهوسه الاجتماعيه. ايه بس اكو بروتوكولات بالنسبه للتعامل وياها وبالامور وشيء. بس لا احلى بالنسبه ان انا وياك والان والمشاهدين والقائمين وشيء لو ما الحسن من يجمعنا. اي فعلا الله يشهد. وانت حضرتك شخصيا وانا المتحدث بخدمتك خدمه المشاهدين مرت بينا مواقف وبالسجاده هوايه سهل لنا امور مو لخاطرنا والله. فعلا. يعني توقف مثلا انت في احدى المطارات وتشوف مثلا شخص يطلع يقول لك ملا فلان الفلاني نعم خدمتك يدخلك من كبار شخصيات دبلوماسي ايش مخترع مثل مخترع الايفون مثلا مجرد خدمه. اي والله العظيم وهي خدمه يعني هو انت اسمك خادم بس اعتبارك اعتبار سلطان. الحمد لله الله لا يحرمنا ولا يخلينا من هالنعمه. هسه احنا ننتقل للقاءات. هو من على الكنترول اليوم سيد حبيبي نعم. الأمير يحبك الله إن شاء الله. ننتقل للقاءات لو بعد أوكي. بعد عدنا وقت. أوكي قال حتى يعرفون المشاهدين خو إحنا ما نغشهم. قال سالف 30 ثانية على ما هي الفيديو. شغل إيش هذا استاذ؟ شغل إيش المخرج ما هي الفيديو؟ لا خلصنا خلصين والآن ننتقل خلصنا خلصنا ننتقل وقلت لك خلصنا. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل لزميل محمد تقي اللي التقى بمجموعة من الزائرين حتى نسمع تهانيهم وإن شاء الله راح يكون مرافقنا دائما وأبدا خلال البرنامج. إذن عندك يا محمد. شكرا جزيلا لك زميلي احمد في الاستوديو على هذه الانتقاله. حياك الله انت والمشاهدين الاكارم. شعبان مبارك عليكم ان شاء الله. نستمر بنقلنا للاجواء من داخل كربلاء المقدسه وقرب حرم سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين. هذه المره قد تختلف التغطيه قليلا بتواجدي مع ثله من الشباب الذين
أفراحهم ويعني بتخرجهم قرروا أن تكون الفرحة هي بفرحة سيد الشهداء عليه السلام بشهر الأفراح لأهل البيت سلام الله عليهم، قرروا أن يتواجدوا بكربلاء وعند حرم الإمام الحسين عليه السلام لإحياء تخرجهم وإحياء هذه المناسبة. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، مباركين علينا وعليكم ولادات الميمون إن شاء الله. الله يسلمك حبيبي، المبارك للشعب العراقي، المبارك للأمة الإسلامية هذه الولادات الميمونة إن شاء الله، الأمن والأمان اللي تب على السولف دي. إيش معنى اختاريتوا هذا المكان بهذه الأجواء المباركة ألا وهي شعبان المبارك لإحياء تخرجكم؟ أولاً نشكر قناتكم الموقرة، ثانياً إحنا اختارينا هذا المكان المبارك لنتبارك به وحددنا هاليوم هذا تخرجنا نبارك به مبارك مسيرتنا التعليمية. نعم. شلون شفتوا الأجواء هنا بهذا المكان؟ أجواء جميلة جداً، أجواء روحانية، أجواء جميلة. معطر محمد ذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. بحد ذات اليوم التواجد بهذا المكان ورفع إن كان قبعة التخرج أو زي التخرج هو رسالة لكل الشباب. اليوم نحن نستلهم من سيد الشهداء عليه السلام ومن التضحيات الكبيرة لسيد الشهداء لإكمال مسيرتنا التعليمية. يعني الإمام الحسين حاضر حتى بمسيرتنا العملية. كل مكان الإمام الحسين حاضر ويانا في مسيرتنا التعليمية، مسيرتنا بأي حياتنا اليومية، هو إحنا نستلذ من مسيرة الإمام الحسين. نقدم شيء للمجتمع. احنا الامام الحسين هو اجى لاحياء الشعار، احياء الصلاه، الامر بالمعروف. احنا هسه مسيرتنا هذه نواصل ما بدا به الامام الحسين سلام الله عليه. رسالتك للشباب وانت بهذا المكان؟ رسالتي للشباب اولا نتبع خطوات الامام الحسين، نستمر بالتعليم، نستمر بالتقدم. مجتمع اللي يبدي من بداية هو الشباب، من بداية الشباب راح ينهض مثل ما بدأ الإمام الحسين اللي يضحى بكل شيء على مود العلم وعلى مود الدين. شكرا لك. السلام عليكم. مبارك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك حبيبي الغالي. شلون هالأجواء؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم، نهنى الشعب الإسلامي وخصوصا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا اليوم تكون فرحة فرحتين، فرحة تخرجنا. نعم. يكون احنا طلاب جامعات كربلاء، ان شاء الله نكون أساتذة على قدر المسؤولية ونتحمل، نصير على نهج محمد وآل محمد ونكون على قدر المسؤولية. التواجد عند الإمام الحسين له فد معنوية خاصة، يوم واحد بفرحته بالتخرج وأيضا بأفراح شعبان، فهذه مسؤولية على كل شخص يرفع القبعة عند حرم الإمام الحسين، قبعة التخرج يكون يحمل مسؤولية بالسير على خطى الإمام الحسين. أكيد طبعا، لكون احنا أحد شيعة أمير المؤمنين عليه السلام لازم نكون نشارك داخل ضريح الإمام الحسين عليه السلام فرحة التخرج، لكون هو سيد شباب هجنا دائما نكون نسير على نهجه. احسنتم، مبروك التخرج. الله يبارك فيك. رحم الله والديك. ان شاء الله. رحم الله والديك. الله يسعدك. اريد اشوف مشاعرك واحاسيسك وانت تقف عند الامام الحسين وترفع قبعه. طبعا انا وصلت لهذه المرحله جزء من يعني فضل كبير من الامام الحسين علينا، وخاصه احنا محافظات مو من كربلاء. نعم. فالاربع سنوات اللي قضيناها هنا بكربلاء فيعز علينا احنا راح نبتعد عن الامام. ويعني تخرجنا يكتمل بتواجدنا بجانب الامام الحسين عليه السلام واخيه بالفضل العباس. انتم رساله للشباب، شنو اللي تحب توجه لهم اليوم؟ هوايه من حفلات التخرج، من الاحياء للمناسبات، لكن بعيده عن سيد الشهداء عليه السلام. طبعا حفلات التخرج بشكل انواع ولا تتبع الحريه، ولكن حفلات التخرج بجوار الامام لها رسائل خاصه. ويعني ما شاء الله شبابنا اللي نشوفه باخر جيل الاغلب حفلاتهم متجهه داخل الامام او بالقرب منه، وهي بحد ذاتها مسؤوليه. طبعا مسؤوليه كبيره. موفقين ان شاء الله. رحم الله الجميع. الله يحفظك. اذا مشاهدينا الاحبه، الى هنا تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم ورسالتنا لهذا اليوم، ونحن نتواجد مع ثله من الشباب الخريجين الذين قرروا ان يرفعوا قبعات التخرج عند الامام الحسين عليه السلام. انتقل لك مره اخرى زميلي في الاستوديو لاكمال حلقتكم لهذا اليوم، وايضا مشاركه هذه الفرحه التي هي اكتملت بفرحتين عند الشباب، اكيد فرحه بتخرجهم والفرحه الاخرى بالولادات المباركه. لك الكلمه الان زميلي، وهذه عودة لك. ثلاث فرحات إن شاء الله. شكرا محمد تقي،
واحد من الشباب اعرفه خاطب الجديد ان شاء الله عرسه قريب الله يوفقه ان شاء الله. شكرا محمد تقي وشكرا لكل الجامعات وبالخصوص الجامعات العسكرية اللي تسوي حفل تخرج داخل الإمام. جميل جدا. كلية حقيقة. الشرطة وكلية الجيش برسالة كبيرة هذه مهمة جدا. الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية وفي آخر 5-6 سنوات بدأت خريجين الكليات العسكرية يسوون حفل التخرج بالإمام الحسين. طبعا تنعكس على شخصية الطالب المجتمع أولا. ثانيا لما يؤدي قسم المهنة اي بعد يكون ملزم. انت وين قاسم؟ اي يكون ملزم. انت قاسم على كتاب الله وامام الامام الحسين. اي يكون ملزم. فان شاء الله مثل ما قال زميلنا محمد انه المسؤوليه تكون اكبر لما حفل تخرجك وصورك بعد 20 سنة اطفالك يشوفوك. تكون هاي ثانية خلينا نسميها. اي نعم. مو؟ هو هذا العجب. شوف هذا العجب الحسين سلام الله لما تدخل في كل قضية يقلب موازينها فعلا. يعني هو خريج خرج دراسة وخلص في ماله يروح يتوظف أو يروح يفتح عمل الخاص فعلاً. بس لما يتدخل بها قضية الإمام الحسين سلام موازينها تتغير فعلاً. سواء عسكري سواء على مستوى الطبي والإنساني على مستوى الكتابة على مستوى الثقافة على مستوى اللغة يتدخل الحسين عليه السلام سلام الله يتغير كل الاعتبار. حقيقة مرة من المرات يعني هزني فحسيت يعني هذول شنو المسؤولية اللي راح تصير ليقسم قسم المهنة بكتاب الله وعند الحسين حضرة الإمام الحسين كبيرة. هذا راح يلزم منا لا ان يطلع تقاعد لا والله لا نموت المفروض إيه. يعني ان شاء المفروض. الله المفروض احنا كل احنا وكذلك احنا من خلال هسه ما ادري احنا ولو هالايام إيه. وايد الصوت علينا عالي خاصه إيه. في مؤسسه مجموعه الامام الحسين سلام الله عليه لان نتمنى من الاخوه والاخوات الشباب الخريجين اما على كيفكم صارت بلي ملح إيه. صح بس هدي شوي خطيه هو ما يخالف إيه. لا بالنسبه بالنتيجة يعني هي صح هي فرحة من العمر وهي لحظة ما تتكرر بس أكو آثار تلحق بهذا الموضوع آثار غيبية حتى بالنسبة للزواجات للأمور أمشوا على كيفكم تلحق ترى تلحق على كل شيء تلحق خلي منخوض خلينا لا منخوض بس هي إشارة فقط احنا في ليلة ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه خلينا نسمع منك شيء حتى بعدها ننتقل لفاصل ونجيب الشباب يسوون لنا أجواء حلوة تأكيد بحل الأجواء. إيه صحيح. الله يعزك. هاي الفتية بهذه الإمكانيات راح يكون فتشي رائع. الله يحفظك ويطول عمرك السنة. تشنك مو حفيظ. أني التليفون خربنا. تحياتنا لشاعر غيث العربي. يقول أنا إذا انباك تليفون أصير مو شاعر. أرجع مبتدئ. لازم أتعلم وزن وقافية. أنا قبل عالم التليفون كنت أحفظ القصيدة من أولها لأخيرها. أها. قصدا من برية. وبيئة طبيعة إلى الآن هاي الحمد لله وشكر إنه أنا البيت القوي الشطر القوي أو البيت الأبوذية القوي اللي يهزني مرة واحدة أحفظه بس خربنا التليفون. أنا خلي قبل لا تقرأ شوي أخذ شوي من وقتك عذرا. أنا يعني ما مر يوم ما سمعت شعر أسمع قصيدة كاملة أكو يقولون يجدح. إيه صح يجدح الدبي يلمس يجيس. أكو شاعر علي سلمان غالي من على الصحة. إيه نعم. عدبيت يقول يعني هو الموضوع خارج إطار هذه الأيام بس هو البيت كلش شطر هم مو بيت يقول القاع باقت بالسباية وقلب زينب بمكان نعم عظيم نعم تسمع قصائد هذا آه من الأبيات الرائعة جدا ما ينسى هذا ايه قاع باقت بالسباية والقلب زينب بمكان قلب زينب بمكان ايه يلا ايه ليش ما تقرأ شيء قديم حافظة هو جاي ارجع لك من الاشياء القديمه قلت لك احنا لعبينا التليفون أي. لعبينا يلا براحتك براحتك يقول سويت بي التالي هسه انت لا خليتني لا انت نزلتني عند اهلي لا بالتليفون لا انت نزلتني عند اهلي ولا انت وصلتني للكوت اقرا من التليفون اللي يعجبك الى الحسين سلام الله سلام الله عليه يقول كان الله جدك ملك إنس وملك جنة هذا موال كان الله جدك ملك إنس وملك جنة
طبي نسوح الشعر صلنا وبعد جلنا ردي أنا والكل مثل عابس أخذ جن ردي أنا والكل مثل عابس أخذ جن حبك على كل عقل يا ابن الوصي حبك على كل عقل يا ابن البره شباب شباب مثل العسل يا حسين احس خدمتك مثل العسل مرها بعد عمرنا الله يسلمك يا تحمل جنازتي بطف كربلاء الله يحمل جنازتي بطف كربلاء مرها جنة مثل حضرته ما ظن تصيح جنة وسلامتك كلمات من سيد سعيد الصافر رميت سؤال جاوبني بكلمة بدون دبلوماسية أشهر محافظة عراقية تكتب الموال أو المحافظة اللي اللوجو مالتها الموال مثل ما الدارمي الديواني الأبوذية ذي قار مات محافظة طلعوا منها هواي شارع حسيني عندنا واحد من المشعراء كان ضيفنا بشعبان المضى بعد شلون اقرب لك اياها مو من الجنوب مو انت تدري عن الموال اكثر من دوله كتبه الموال ثيمه محافظه عندنا مثل ما الدارمي ديواني لابوذيه ناصريه ذي قار ما نقول ناصريه حتى لا يزعلون اهل السوق مثلا لا لا هو كله ناصريه كيفهم غصن مالهم كله ناصريه الموال ما ادري الموال يعتبر فاكهة محافظة الكوت عجيب يعني نعم 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 الله يوفقك ويوفق الشاعر ان شاء الله ناخذ فاصل انا الاربي سي قطع الاستاذ ما فهمت قلت لي لا هو يقول حتى ننتقد الفقرة القادمة أي. ناخذ فاصل تروح يلا لا ما يصير تفضل لا مو هي الفقرة الأخيرة ما لا لا ما يصير تفضل ابدا ما يصير تفضل لا لا ابد لا لا ابد تفضل ما اقدر لا لا شلون اتخطاك شلون اقدم عليك شباب ان شاء الله للفقرة القادمة قلنا ميدان الإمام الحسين وميدان شعبانيات نشوفكم بعد الفاصل خلوكم ويانا نروح ونرجع ان شاء الله شهر شعبان شهر شعبان شهر شعبان أحبانا وأعزائنا المشاهدين إن شاء الله تكون هاي الفقرة تترسخ عندكم في أذهانكم وتكون من ضمن الأجواء العامة إن شاء الله. بالنسبة لأجواء شعبانيات ميدان الإمام الحسين سلام الله عليه وشباب دار المصباح الشعائر الحسيني صحيح؟ صحيح أي فرقة دار المصباح الحسيني شعائر إن شاء الله الحسين عليه السلام يأخذ بإيدكم احمد هم انت اقول لك اشياء وانا واقف وقفه مال مدير عام وانت قلت لي لازم سبحه ما ينفع ما يهوس اي فانا واقف حباب ارد اطلع كل حججك يسعد الله ايامكم مره ثانيه دربكم في الشخص صحوا لابو علي هسه خاف اقول اسمه ويزعل شوفونا شنو دربكم ابو علي يلا توكل على الله اعتبرونا ما موجودين محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد
ليل الدنيا والاكوان كلها بنورك تلالي. ايه ياهو المثلك بهالكون واحد بالبشر غالي. الاكوان كلها بنورك تلالي. ياهو المثلك بهالكون واحد بالبشر غالي. امك فاطمة الزهرة وابوك المرتضى العالي اخوتها. ويا حسين بحبك جنينة يا حسين. بحبك جنينة يا حسين. هلا يا حسين جني انا يا حسين بحب جني انا يا حسين. هلا جميل جميل جميل. وتهوس احباب الليل وتهوس احباب الليل. هلا هلا تهوس احباب الليل وتهوس احباب الليل وتهوس احباب الليل وتهوس. انولد عباس حيدر قبل جفوفه ابن حيدر علي وصلاته معروفه. نعم نعم نعم. ناس ناس بسيفة ماتت ناس من شوفها اخوتها. ترعبهم نظرات عيونه 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 ترعبهم. والكان يصفي والكان يصفي بصيارة والكان يصفي كان يصفي بصيارة والكان يصفي بصيارة والكان يصفي بصيارة. وسع ميدان خال وسع. اي عافية. اي نعم. هذا شغلك شو الشغل استاذي؟ هاي يسموها إدارة الهوسة. تقل ولادات بشهر شعبان تسعدنا اجينا نحتفل واليوم موعدنا. نعم نعم نعم. ولادات بشهر شعبان تسعدنا اجينا نحتفل واليوم موعدنا غير العتر ما عدنا اخوتها. عمها. افراح افراح وواجب نحيها. 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 افراح وواجب فرحانة وياها الشيعة. فرحانة وياها الشيعة. فرحانة وياها الشيعة. فرحانة قضينا وياك كم شعبان كم عاشور خوتي ذرا ابو علي. قضينا وياك كم شعبان كم عاشور خوت دري. وكل خادم وراك يصيح كل خادم وراك يصيح اخذ الباقي من عمري. اخذ الباقي من عمري من عمري. محفلك مولاي اللي لا بمحفلك مولاي حتى
مطلع الفجر اخوتها وبعدها حسين عقال الشيعه حسين عقال الشيعه وبيرغال البيت حسين عقال حلو بيرغال البيت حسين عقال الشيعه بيرغال البيت حسين عقال الشيعه استاذهم نشس ما نكشفهم استاذهم نشس كبر كبر وبابك حسين سويها وبابك سويها وبابك سويها هلا هلا وبابك حسين سويها وبابك حسين سويها لا قل لهم ها 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 حتى يعيدوا كمل من الله ما كمل وصفي بحقك يا قمر يا كلمة التوفيق بحقك يا كلمة التوفيق يا قاعد تشيل الفرحة وتكفيها يا قاعد تشيل الفرحة وتكفيها يا هيبة حيدر يا هيبة حيدر وافعال يا هيبة حيدر يا هيبة حيدر وافعال يا هيبة حيدر وافعال يا هيبة بجفوف الخوة ما فيها بجفوف الخوة ما فيها بجفوف الخوة شوف القوة ما فيها شوف أخوتها نور من العرش للقاع لما انصار أبو اليمة نور من العرش للقاع لما انصار أبو اليمة يهز مهدى يهز مهد الوحي جبريل ويناغي لنا بالرحمة يهز نبي الرحمة ويناغي لنا بالرحمة وظل يكبر الكرار الزهرة تقبله وتشمه أخوتها أعمها والكون يصفق بصيارة والكون يصفق الكون يصفق بصيارة والكون بصيارة والكون يصفق بصيارة والكون يصفق اسمعني اسمعني يلا والناس معيدة والناس معيدة وفرحانة والناس معيدة وفرحانة والناس معيدة وفرحانة أنا والناس معيدة وفرحانة والناس معيدة وفرحانة والناس معيدة أنا والناس معيدة وفرحانة نور نور حسين هل وأزهر الأكوان لا منو إحنا عندنا محتاج ولا تعبوك طيب ولا عبد الرحمن دير بالك قوي استر علينا الله يستر على أمواتك نور حسين هل وأزهر الأكوان وفطر شبيت وسل طابا الجنحان نور حسين هل شفت لا حطيت بجيبي لا هاي لا 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 رح فطي بره فطي بره نور حسين طاني سبحه عم على الهوا لا هاي مالته ورجعت نور حسين هل وازهر الاكوان وفطر سبيت وسل طابا الجنحان خصاب الشفاعه الخالق الديان خصاب الشفاعه الخالق الديان مخليها 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 لحسين الجنة مخليها لحسين الجنة هلا خليها لحسين الجنة هلا سيد اي سيد وجهك الكاميرا الكاميرا حاول عباس ايش اوصفك عقلي بيك حتى عباس ايش اوصفك عقلي بيك احتار عباس عباس ايش اوصفك
وصفك عقلي بهيك احتار. ايه وصفك ما ميزه من الوصي الكرار. ايه وصفك ما ميزه من الوصي الكرار. مثل خوة عنوي النبي المختار. ايه ها عمها ها اخوها الحسين الطفي يشهد بيها. 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 الحسين الطفي الهوسل تعجب زينب. الهوسل تعجب زينب يقبلها العباس. الهوسل تعجب الله هلا هلا حتى نعرف وشاتنا. حدر من اجا وشافك شالك ضمك صدره باسك بالجبين وصاح هلا يا خامس العترة. عافية عافية حي حي حيدر من نجا وشافك شالك ضمك صدره باسك بالجبين وصاح هلا يا خامس العترة. الكاميرا الكاميرا وانت بوجهة تتبسم يا حسين وشل السر اخوتها ها عمها يا وارث علم وانوار. يا وارث علم وانوار. يا وارث علم وانوار. يا وارث هلا 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 انوار. يا وارث علم وانوار. يا وارث علم فاسيد خفاف من فاسيد التخطيط. يا هبه وصاير من هبه. 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 وقت الجد من عيون الجيوش من عيون. ما شاء الله ما شاء الله. إسرافيل إسرافيل كان سيفة نفخ بهم وهز الطاف غدا بحيدر عن الكرار. بس عباس يتوصف أخوتها للمشاهدينها وبحيدر قام يوصفون. حيدر قام يوصفونه. حيدر قام يوصفونه. حيدر قام يوصفونه. دير بالك تعال لي جاي يا معود. قام يوصفونه. سنتي سنتي نور من الباري. نور من الباري بخدينا. نور من الباري بخدينا. نور من الباري بخدينا. نور من الباري بخدينا. احسنتم احسنتم جزاكم الله الف خير. عافية عافية طيب. الله يوفقكم ان شاء الله دائما وابدا. طبعا العفو استاذ احمد حبيبي. شكرا لهالاصوات. شكرا للي تعب وخلاكم اليوم تصيروا لي بهذا الجو وبهذا المود الجميل. يعني انا اغبطكم على هاي الجرأة اللي عندكم بهالاعمار وعلى البث المباشر وكاميرات وشي وعندكم هاي تقنيات بالصوت والزوايا والعرضيات وشي. الله يحفظكم ان شاء الله ويدفع عنكم العين الحاره. قبل لا ننتقل للفاصل تعرفون شنو اغبطكم؟ اكو شيء اسمه الحسد. حسد ايه؟ الحسد مع التمني. يعني اني اتمنى التليفون العد السيد ان شاء الله بحسد بزوال النعمه منه ويجي عندي ان شاء الله. الغبط اني اتمنى يبقى عندكم ويصير واحد عندي واحد مثلي. يعني هو حسد بس كيوت حباب. يلا انتقل. فاصل الروح سيد حبيب تاج راسي. نروح فاصل ان شاء الله ونرجع نكمل باقي فقرات البرنامج شعبانيات. نروح ونرجع.
شهر شعبان شهر شعبان شهر شعبان المعظم شهر شعبان شهر شعبان. حتى نختصر ما بقى عندنا وقت. تحية لكل أبطالنا اللي عندهم انذار بفترة الزيارة ما يقدرون يجون يزورون. حادثة هيك على السريع لأن ما بقى عندنا وقت. سيد لؤي الياسر يقول رحت للجبهة أيام القتال مع داعش ما نسويت هوسة ووهز الهوسة. فيقول شفت شاب يوقف على الساتر ويرمي ما مدنك. فقال له أبويا مو هيك قاتل مو هيك عارج ترمي ودنك. فقال له لا أنا أرد استشهد. فيقول لسان حاله يقول نتنغوص بطق الماو ما نقبل بأي موتة. احنا تباعوا بالحسنين نبو وخلص من الحوتة. اللي بسباب تمامش اثر مقراص عيره خشب تابوته. ايش رايك باللي يسرفن ويحاضن موته؟ جميل. ختام يمك بالله. جميل. الله يسلمك. الله يحفظكم. شكرا لكل القائمين. الله يشهد. يعني انا حقيقه دائما اندعي للاخوه اللي بالكواليس اللي قائمين على هذا البرنامج. كميه جهد مبذول من اجل اتمام هذه الحلقه. باكر الحلقه الثالثه ليله ميلاد ابو فاضل باكر من هسه اقول لكم ليلة ميلاد العباس سلام الله عليه على رأس التاسعة شعبانيات. شوفكم بخير. في أمان الله. في أمان الله.